السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم تطبيق رائع يقوم بتحويل كاميرا الهاتف الخاصة بهاتفك إلى ميكروسكوب أو مجهر إلكتروني. إذن هذا التطبيق رائع وجميل، يمكنك استخدامه لتقريب الأشياء الصغيرة. إذن سوف أضع لكم رابط لتحميله في أسفل الفيديو. تقوم بتحميل هذا التطبيق من متجر بلاي ستور وتثبيته في هاتفك. إذن هذا هو التطبيق، سوف أقوم بتجربته. كما ترون هذه بعض الصور قمت بالتقاطها بهذا التطبيق لورقة شجرة. إذن كما ترون هذه هي واجهة التطبيق. عندما تستخدم التطبيق سوف أقوم بتشغيل الفلاش. كما ترون هذه هي ورقة الشجرة التي قمت بالتقاط الصور لها. عندما تريد أن تلتقط أي يعني صورة بواسطة هذا التطبيق، ما عليك إلا أن تضغط على علامة الزائد يعني الزوم لكي يقوم ب تقريب الصورة. كما ترون هذه الصورة، يمكنك أن تشغل الفلاش أو أن تضاعف التكبير. مثلا سوف أقوم بمضاعفة التكبير. كما ترون يمكنك كذلك التقاط صورة لهذه الورقة التي قمت بتكبيرها. تلتقط صورة وتقوم بحفظها مباشرة في ألبوم الصور لديك. كما ترون هذه الصور التي قمت بالتقاطها بواسطة هذا التطبيق. إذن هذا هو تطبيق لتكبير الصور في هاتفك. أتمنى أن يعجبكم. إذا أعجبكم لا تبخلوا علي بلايك والاشتراك في القناة. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.